Imagine a world. Can you win? إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل المتابعي قناة أندرويد 18. إذا زي ما ذكرت لكم في المقطع السابق أني سوف أشارك معكم مقطع آخر يخص تجربة الماب الجديد. أيضا لذكرت لكم أنه راح ينزل بالنسخة التجريبية وفعليا نزل يا شباب، لكن توضيح بسيط يا شباب، أني هذا الماب أنا جربته أول مرة قبل الإصدار الرسمي، يعني قبل أن يتم طرحه وترخيصه للجميع. لأنه الحين لو تدخلون مثلا زي ما تشوفون على حسابي الحين، لو ندخل ما راح نلاقي الماب نهائيا، يعني الماب ما راح تلاقيه نهائي، لكن في طريقة أنك تسويها حتى أنك يشتغل معك الماب، يعني فقط ماب جولاج هو اللي متوفر حاليا، لكن زي ما خبرتكم اليوم بإذن الله راح يتوفر الماب الثاني. حتى هذا الماب شباب كيف تسوي الطريقة، هو أنك تذهب إلى بريفايت، يعني تسوي روم أو غرفة مغلقة شباب، وتسوي انفايت. لكن في هذا الروم واجب عليك أنك تسوي سيرش اند ديستروي، يعني تسوي هذا الطور وتخليها راندوم، يعني ما تسوي أي شيء، ما تختار أي ماب، تخليها راندوم. زي ما تشوفون الماب للحين مش طالع لي، ولكن هذا الجليتش خلانا أن نشغل الماب الجديد ويأتي معنا. لكن في توضيح أيضا مهم، هو أنك ممكن كأول مرة أو ثاني مرة ما رح يشتغل معك، أنت أطلع إذا أعطاك مثلا ماب سيوميت أو ستاندوف أو أي ماب، أنت كل مرة أطلع إلى أن يطلع معك الماب الجديد. هايغ رايز هذا هو اسم الماب، وهو مأخوذ من لعبة مودرن وورفير 2 أتوقع. هذا الماب متوفر بها أوكي، صراحة ماب رهيب جدا. لكن في تنبيه أيضا مهم، ألا وهو أنه هذا الماب ممكن زي ما تشوفون أول شيء طلع لي سيوميت، لكن دخلت بعدها طلع هذا الصديق اللي كان معي باللعبة، هو اسمه سلام أتوقع، كان متابع لأني تحدثت معه، وطلع معي الماب الجديد زي ما تشوفون. لما سوينا الروم الثاني ودزولي إنفايت، يعني دخلت مع الشخص الثاني وطلع معي الجيم وطلع معي الماب زي ما تشوفون، يعني ماب أسطوري يا شباب، ماب رهيب جدا. هذا اللي اتوقع انه هذا ايضا الماب اللي راح يتوفر معنا بحول الله في الموسم القادم للنسخة الرسمية بإذن الله، يعني موسم التصنيف الخامس بحول الله. يعني هذا ثاني ماب شاركته معكم بما يخص الماب الاول اللي كان ماب السجن اللي كان يخص المواجهات الفردية الـ 1v1 و 2 ضد 2. الحين هذا الماب راح تكون لك كل التجارب فيه، يعني تلعب تيم داد ماتش، لأنه ماب كبير يا شباب، صراحة ماب رهيب جدا. لكن أتمنى تعطوني ملاحظاتكم كأول مرة، يعني إذا تشوف الجيم الحين شاهدوا معي الماب وكأنه تاني ماب ليلي راح يتوفر معنا في الموسم القادم، لأنه الماب الأول يعني هذا مش ليلي يعني ظلام حالك زي ما كان معنا في الماب الأول، لكن زي ما تشوفون يعني حتى هذا الماب البطارية، يعني للأسف عندي مشكل بالبطارية سواء بالآيفون ولا بجهازي الجالكسي. المهم زي ما تشوفون شباب هذا هو الماب بشكل عام، راح أوريكم وتاخذون يعني ناخذ تجربة فعلية لهذا الماب، لكن الماب أسطوري صراحة، والله ماب أسطوري يا شباب. أتوقع هنا راح تصير يعني مجزرة بهذا الماب، لأنه ماب كبير وفيه يعني في أشياء كتير تحمس اللاعبين حتى أنهم يلعبون هذا الماب. أنتم أعطوني رأيكم أيضا شباب زي ما تشوفون، لكن زي ما خبرتكم المشكلة أنه هذا الماب ثاني ليلي، يعني انضاف الماب الأول ليلي والماب الثاني ليلي، مش فاهم. وتبقى الماب الثالث اللي خبرتكم عنه، لكن بإذن الله بعد ما يتوفر مباشرة حطيكم أيضا تجربة فعلية تخص ذاك الماب اللي ذكرت لكم سابقا أنه راح يتوفر. الماب اللي راح يتوفر بإذن الله راح يكون يعني ظل ماب التدريب فقط اللي راح يتوفر معنا بحول الله. هذا الماب اللي راح يتوفر أيضا معنا في النسخة التجريبية قبل ما يتوفر على النسخة الرسمية أكيد. لكن بصراحة كلا الماب الأول أو الماب الثاني يعني أسطوري، والله أسطوري، بخصوص هذا الماب يعني بعد التجربة شيء أسطوري يا شباب. زي ما خبرتكم إذا أنت ما نزل معه، هو على العموم أنه راح ينزل اليوم بإذن الله، إذا ما نزل
سوي هذه الطريقة اللي شرحتها لكم في بداية المقطع وراح راح تشغل وتطلع معك الماب وتاخذ يعني التجربة فعلية، لأنه جليتش متوفر باللعبة وكل اللاعبين سووا هذه الطريقة حتى اشتغلت يعني جربوا هذا الماب. فيما يخص تشغيل النسخة التجريبية شرحت لكم سابقا، إذا أنت ما محملها يمكن تحملها، الروابط موجودة في وصف هذا الفيديو. كيف تشغلها؟ أنك تنتظر إلى الليل أن ينخفض يعني حتى يتم السيرفر يكون خف الضغط عن السيرفر، وتشغلها بدون في بي ان ولا اي شيء، لانه يعني ممكن لو تشغلها بالنهار ما راح تشتغل معك، وهذا المشكل اللي صار اللي حدث مع اغلب اللاعبين اللي يحاولون يشغلون اللعبه. فانت سوي الطريقه اللي ذكرت لك الحين، اذا ما اشتغلت معك للحين انتظر التحديث بحول الله وراح تشتغل معك، لانه بالتحديث في ناس اكيد انهم راح يطلعون من النسخه وراح يضل ناس جود راح يتوفرون على النسخة بحول الله. وكتنبيه مرة أخرى، لما أذكر لكم أني راح أوفر لكم رابط تحميل النسخة التجريبية، ودائما زي ما عودتكم أني أعطيكم الرابط في أول يعني الساعات الأولى من نشر اللعبة أو توفير الرابط من الشركة، فأنت حاول في ذاك الوقت لما أنشر لك مقطع حاول تحمل النسخة مباشرة يعني حتى تشتغل معك قبل أن يكتمل العدد المرخص لتجربة اللعبة، اوكي، لانها نسخه تجريبيه دائما تبقى مخصصه لاشخاص يعني محسوبين، يعني يكون عددهم محدد، اوكي. فيلا اتمنى انكم استفدتم من هذا الشرح، ان استفدتم كالعاده قبل ان اترككم مع بقيه الفيديو حتى تستمتعون بهذا الماب شباب، اعطوني رايكم ايضا كيف تشاهدون هذا الماب، وهل انت يعني مع إضافة ماب أول وماب ثاني بجو ليلي أم لا، أم تفضل أنه يكون في ماب آخر؟ وللمعلومة شباب، ولا أحد يأكد أنه كلا الماب الأول أو الثاني راح يتوفر بشكل رسمي، ممكن يكون في تغيير، والله أعلم ممكن يكون في تغيير يعني في الموسم القادم. إلى هنا أتوقع أني ذكرت كل التفاصيل المهمة في هذا المقطع، أي استفسار آخر أتركه في التعليقات سوف يتم الرد بحول الله، إن تطلب الأمر كالعادة أن نشئ فيديو آخر من أجل التوضيح سوف نقوم بذلك. إلى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه، تذكروا اللايك مجاني وتقديرا لتعبي، فأتمنى من صميم القلب ألا تبخلوا علي بلايكاتكم ومشاركة المقطع، أوكي، حتى الكل يستفيد بحول الله، خاصة فيما عن لعبة كود موبايل. إلى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة شباب، لايكاتكم وبس، استمتعوا مع بقية المقطع. If you would like to get exclusive content updates,
previews, and events. Don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.